درويش وانتوا عملتوا له اهداء خاص. هو حتى برضو مصطفى كان طالع في دور برضو مختلف عن ادواره اللي فاتت دي كلها. النقلات بقى اللي في الفيلم، يعني انت مدينا حتك، يعني في لاف ستوري، في ساسبنس، في التاجر المخدرات، في الولد اللي ابوه مش معترف بيه، شرقاوي برضو، انت طلعت الشر ده كله منه ازاي؟ هما بصي، هو الاجتهاد في ان كل واحد يذاكر دوره كويس، نتكلم فيه كتير، نتفق على كل مشهد بيعمل فيه ايه، فهو في نشوف ايه نقاط القوة ونقاط الضعف في كل ممثل عشان نشتغل عليها. عملت فيه ايه بقى عشان يبقى شرير قوي كده؟ ذاكرنا الدور كويس، بس فعلا يعني ذاكرنا الدور كويس، وهو اجتهد جدا جدا لوحده كمان، بس هو في الاخر طول ما احنا فاهمين احنا عايزين ايه من المشهد كويس وعارفين هدفنا في المشهد ايه، هيطلع مشهد كويس. انا مؤمن بكده مهما كان مين الممثل. اسر عملت فيه ايه عشان الاكشن ده كله؟ اتمرن قد ايه؟ بهدلت انت شويه صح؟ لا طبعا، اسر بهدل جدا، تعب جدا في الفيلم، وكان بيصعب عليا في اوقات كتير جدا، كنت بقى احضنه عشان شايف قد ايه هو بيعرق وتعبان وموجوع. اسر تعب قوي في الفيلم، اتضرب كتير جدا مع دانيال شوي المصمم المعارك الكوري اللي اشتغل معانا. اسر بحييه، لان هو لو انا تعبت في فيلم ايرات اسر تعب الف، لان هو فعلا دقيقه اكشن واحده كنت بشوف بتعمل جسمانيا في ايه، يعني كان الموضوع صعب جدا جدا عليه وعلى كل حتى الاستانس اللي كانوا معانا. عمرو مبروك، وانت دايما بتعمل حاجات مختلفه ودايما بتاخد الريسك، فانت جريء عشان كده الناس بتحبك. بشكرك جدا، شكرا. بشكر صدى البلد جدا. سيلزوات. شكرا.